اهلا بكل مشاهدينا من جديد. اتكلمنا كده مش بالتفاصيل عن احوال الطقس، خلينا دلوقتي نعرف التفاصيل ونعرف الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت ايه. قالت ان الطقس هيكون حار ورطب نهارا على القاهره الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه، وكمان هيكون شديد الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الاحساس بارتفاع درجات الحراره ونسبه الرطوبه. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة هنتعرف عليها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير عليكي دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة منار، حالة الطقس النهاردة هتبقى عاملة إزاي؟ يمكن احنا الحمد لله اليوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، الاجواء الصيفيه المعتاده اللي متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه، ويمكن دايما شهر 8 بيكون اعلى كمان نسب رطوبه من شهر 7، فمستمرين طبعا في ارتفاع نسب الرطوبه فترات النهار وفترات الليل، وده اللي بيزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار هتكون اجواء حرة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية، مناطق من الوجه البحري، أيضا القاهرة الكبرى شديدة الحرارة رطبة على المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد، وأيضا بعض المناطق من جنوب سيناء. ده طبعا خلال فترات النهار درجة الحرارة، متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 35 و 36 درجة مئوية، ودي تعتبر طبعا درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، بتوصل ل 38 و 39 درجة مئوية نتيجة فقط ارتفاع نسب الرطوبة. بالإضافة كمان فترات الليل احنا هنحس بنسب الرطوبة بسبب هدوء سرعات الرياح، فبالتالي هنحس بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب البلاد. أما السواحل الشمالية بيكون في نشاط رياح بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة في المناطق المطلة على البحر المتوسط، فبالتالي الأجواء خلال فترات الليل بتكون أجواء معتدلة تماما على سواحلنا الشمالية. طبعا ده طبعا زي مطروح والإسكندرية، المناطق كل المناطق المطلة على البحر المتوسط. بالإضافة كمان نتيجة طبعا زيادة نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح خلال فترات الليل، بتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية مدن القناة، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية مع التكون الشبورة المائية، دايما بيكون في الساعات المتأخرة من الليل يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا على الساعة 6 صباحا. كمان نحب ننوه ان في اعتدال في حركة الملاحة البحرية، لان احنا كنا بالامس واول امس بنشهد ارتفاع امواج على سواحل البحر المتوسط، من اليوم الحمد لله يحصل هدوء لارتفاع الامواج، وهتنخفض ارتفاع الامواج وحركة الملاحة البحرية على البحرين معتدلة تماما، ومؤهلين لكافة اعمال الصيد والملاحة البحرية واعمال التمهل. دكتور منار، احنا في اول اغسطس وعاملين حسابنا يعني ان الحر هيكمل معانا شويه كويسين لسه يعني، بس في كلام كده بيتردد ان وارد، واتمنى انك ما تنفيش يعني، ان يبقى في سقوط للامطار في خلال الاسبوع الجاي. بالفعل يمكن احنا نوهنا بالامس في الهيئه العامه للارصاد الجويه ان اعتبارا من السبت القادم ان شاء الله هنبدا نتاثر بارتفاع الحزام المداري اللي بيأثر بكتل هوائيه في المناطق اللي موجوده في يعني اثيوبيا والسودان، وبيسبب سقوط امطار غزيره على منابع النيل. الحزام المداري ده هيرتفع من جنوب الى الشمال، فيبدا ياثر بفرص لسقوط الامطار على المناطق اللي موجوده في حلايب وشلاتين، سلاسل جبال البحر الاحمر، المناطق كمان الموجوده في جنوب البلاد، وده طبعا هيكون اعتبارا من يوم السبت القادم، واحنا طبعا في متابعه مستمره لخرائط الطقس واي تغيير في الحاله الجويه وتفاصيل الحاله الجويه، كل ما نقرب منها نبدا نعلنها كميات الامطار، اماكن سقوط الامطار بالظبط فين، لكن هي الامطار ده ممكن يعمل كسر في حده الموجه الحاره ولا لا؟ ده ملوش علاقه. هو ملهوش علاقة لأن احنا طبعا الكتل بتأثر على شمال البلاد، المناطق الساحلية القاهرة الكبرى شمال الصعيد هتبقى كتل هواية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، فهتظل في ارتفاع في الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، حتى كمان المناطق الموجودة في جنوب البلاد هتظل معاها ارتفاعات في درجات الحرارة، ويمكن ده هيكون عامل مساعد في سقوط الامطار، لكن يعني احنا نقدر نقول الامطار هتبقى في جنوب البلاد، المناطق الموجوده في الشمال مش هتحس بسقوط الامطار خالص، وهتستمر في الاجواء الصيفيه اللي احنا معتدين عليها. كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.
مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتعرف مع بعض على درجات الحرارة بالتفصيل. القاهرة هتكون العظمى فيها 35 والصغرى 24، الإسكندرية 32-25، مطروح 31-23، سيوة 38-22، بورسعيد 33-25، دمياط 33-25، الإسماعيلية 36-23، والسويس 36-23. العريش العظمى 33 والصغرى 24، طابة 37-27، كاترين 34-19، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-29، الفيوم 36-24، بني سويف 36-24، والمنيا 37-24. أسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 24، سوهاج 39-25، قنا 41-25، الأقصر 41-26، أسوان 42-28، الوادي الجديد 40-22، شلاتين 37-26، أما حلايب العظمى 34 والصغرى 25.